نحب دايما نبدا مع حضراتكم اليوم ونبدا مع حضراتكم الاسبوع. النهارده الحد يعني في معظم المصالح اول يوم شغل وكمان المدارس، فخلونا نبدا مع حضراتكم البرنامج النهارده بخبر كله طاقه ايجابيه وتفاؤل، وهو انه وزاره الصحه اعلنت امبارح انه انكسار الموجه الخامسه لكورونا الحمد لله، واعداد المصابين قلت كتير عن قبل كده، واكيد كلنا بنلمس ده على ارض الواقع من خلال الناس اللي حوالينا واعداد الاصابات حوالينا، وكمان حالات الشفاء يعني سجلت نسب اكبر من قبل كده داخل المستشفيات. لكن كل ده ما يمنعش ان احنا نحاول على قد ما نقدر نلتزم بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي كتير مننا لسه حافظها ولسه محافظ عليها، ولازم الكل يفضل متابعها علشان كمان احنا داخلين على شهر رمضان المبارك. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين وبخير دايما، علشان نقدر بقى نتلم لمه العيله اللي بنحبها ونفطر مع بعض ونتسحر مع بعض ونمارس كل الطقوس الرمضانيه اللي احنا بنحبها ومميزين بيها كمان في مصر جدا، لكن في اجواء صحيه وامنه على الجميع باذن الله. كل سنه وانت طيب يا شاذ. كل سنه وانت طيب يا هدير، وفعلا انت لمست نقطه مهمه جدا، يعني احنا داخلين خلاص على رمضان، مساله بقى السحور والفطار وصلاه التراويح والتجمعات بتاعه رمضان، يعني يا ريت نحافظ عشان نقدر نعمل الحاجات دي واحنا مرتاحين. لازم ناخد بالنا كمان من حاجه مهمه جدا، وهي عشان ما يبقاش في موجه سادسه لا قدر الله، لازم نوصل لمرحله المناعه الجماعيه، بتكون محتاجه تطعيم حوالي 70% من المواطنين. احنا لحد دلوقتي وصلنا ل 51% نسبه التطعيم، ده طبعا وفقا لتصريحات وزاره الصحه. عندنا كمان جرعات بتكفي لقاح اكتر من 42 مليون مواطن، يعني الناس اللي لسه لحد دلوقتي ما خدتش التطعيم او جه ميعاد الجرعه التعزيزيه تبادر بسرعه التسجيل على الموقع، وخلاص ما بقاش فيه قوائم انتظار ولا زحمه، انت بتاخد تطعيم في نفس اليوم تقريبا اللي بتسجل فيه، وبقى فيه مراكز كمان في كل مكان، في اماكن موجوده في محطه القطار ومحطه المترو، وان شاء الله نقدر ان احنا نوصل لمعدل المناعه الجماعيه وتعود الحياه مره تانية لما كانت عليه قبل كورونا. صباح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.